بخير عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي قناه سويت تنجل. ان شاء الله هذا الفيديو سيكون في احسن الاحوال وتمام الصحه. اليوم فيديو جديد، وصفه جديده نجبتكم لماتلين بالبيبات وشوكولا. وصفه ناجحه وسهله بمقادير موجوده في كل بيت. والمقادير كالتالي: عندي 4 بيضات في حاله غلفه، عندي 360 غرام فرينه حوالي 2 كيسان كبار، عندي كاس سكر، عندي كاس زيت، كاس حليب، زوز مغارف ماء، عندي رشة ملح، عندي فاني، وعندي بيبات الشوكولا حوالي كوب، وعندي خميرة الحلوى. أول حاجة نفصل البياض عن الصفار، ونزيد رشة ملح على البياض ونطلعه غونج. وجد البيض حطوه على كوتي، ونجيب صفار البيض ونزيد له زوز مغارف ماء، ونزيد له كاس سكر ولاباني، ونضربه مليح. كوب زيت، الزيت بشوية، نحط الفرينة. أول حاجة قبل ما نحط الفرينة نقص مغرف فرينة نحطها في البيبات باش ما يهبطليش البيبات الشوكولا تحت، ونزيد كيس خميرة، دركا نزيد الفرينة بالتداول مع الحليب، الدفعة الأولى تاع الفرينة، نزيد لها شوية حليب ونخلط. ندخلها مليح ونزيد الدفعة الثانية. نزيد الحليب ونخلط. نركزي الدفعة الثالثة والأخرى، نكمل الحليب الأخر، ندخل مليح. دركا ندخل بياض البيض، نحط نص تاعو الأولى، ندخلو بالعقل، عندي وصفة تاع لي مادلين إسباني، تاني وصفة رائعة في القناة، نحطكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. بياض الخف ندخلو، دركا نحطو بيبات وشوكولا، نرمدهم فرينة مش مهبطوليش في القاعة تاع لي مادلين هكدا، نحطهم ونخلطهم. هاهي وجد الخليط تاع لي مادلين، ودركا راح نوجد لي كيسات وليمون تاعي، نجي نحطهم. جبت الموت تاعي تاع الكاب كيك، نحط الكيسات تاعي والخيط الكيف رقتو في هذا الماك طاس، هذا يجيلي خدمة سهلة. بوتشا سخنتها 180 درجة،
دوك نعمروهم 3 كار تتربع فقط تطلع. نكملو كامل نعمروهم ونرجعو. ودركا نحط شويه بيبات على الوجه هكذا اختياري هذا تزيين فقط. ندخل بالفوق عرضونا ربع ساعة حتى 20 دقيقة كل وحدة والفوق تاعها. دركا ندخل من الفوق يقعدونا من قلنا سخنا على 180 درجة يقعدونا من ربع ساعة حتى 20 دقيقة كل وحدة والفوق تاعها. راهو وجدوا لي مادات تاعي جاو هايلين جاو بنان وطريين وخفاف. ان شاء الله تجربوهم يعجبوكم مع قهوه مع قهوه وحليب اروع ما يكون. يعجبكم الفيديو دونا لايك وبارتاج. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. غيبقاو على خير. سلام.